قصص عربية. القلعة تحت البحر. في يوم من الأيام كانت هناك جزيرة صغيرة يحكمها الملك ماندرين. ربما كان أهل هذه المملكة أسعد الناس في العالم. ولكن كان لديهم عدو واحد كبير. القارب! هذا مستحيل! إنه الأمير في القلعة تحت البحر، ماذا يستفيد من إزعاجنا هكذا؟ جدث إلى الشاطئ بسرعة! يبدو أن شبكتي أمسكت بسمكة ضخمة حقاً. ما هذا؟ أنقذني، إنها واحدة من وحوش الأمير الشرير ثانية. في الأسبوع الماضي هاجم أمير المياه قواربنا 5 مرات جلالتك. جلالتك، فشلت كل محاولتنا في العثور عليه ومهاجمته. لا تقلق يا أبي، أنا سأجده وأقتله. سوف أقرأ كل الكتب عن سحره، وعندما أكبر سأنتقم لكل المشاكل التي تعرض لها شعبنا. كان الأمير الصغير مصمماً على محاربة وهزيمة أمير الماء الشرير، فشعر أمير الماء بالخوف. وبعد عدة أيام خرج الأمير الصغير إلى البحر، وحينها قام الأمير بصنع أمواج في المياه، فغرق قارب الأمير بينما سمح للأولاد الصغار بالسباحة حتى السطح. أمسك بالأمير وسحبه إلى قصره. شعرت المملكة بالفزع لخبر خطف أميرهم. كان الجميع يشعر باليأس. هل هذا هو الحال دائماً؟ نحن نعاني من أي خطأ يحدث بسبب أمير المياه الشرير. نحن لم نلحق به أي ضرر، كل ما نريده أن نعيش بسلام في جزيرتنا الجميلة. لماذا يستمتع أمير المياه بإيذائنا؟ إنه خائف، لأنه اعتقد حينما يكبر الأمير سيهزمه. وهذا يعني هناك بالتأكيد طريقة لهزيمة أمير المياه. كيف يمكنك دائماً أن تكوني إيجابية؟ من سيجد الطريقة لهزيمة أمير المياه؟ أتمنى لو أستطيع. لا تقلق يا عمي، تجد الطبيعة دائماً وسيلة لمساعدة الذين لم يضروا أحد، وحتى أمير المياه ليس شريراً بالفعل. كيف يمكنك أن تقولي هذا بعد كل ما فعله؟ حسناً، كل ما فعله هو قلب كل سفننا وتخويفنا بوحوشه، ولكن لم يضر بنا بطريقة سيئة. أعني، نحن شعب الجزيرة الذين اعتادوا على المياه، يمكننا أن نبقى داخل المياه بالساعات مثل الأسماك، لكن كل ما يفعله أمير المياه يخيفنا فقط أو يزعجنا، لكن لا يؤذينا بأي شكل من الأشكال. أنا متأكدة أن أميرنا في أمان معه. أعتقد أن أمير المياه يشعر بالوحدة. أتمنى أن نجده ونتحدث إليه. فقط مارلينا تستطيع أن ترى الخير في أمير المياه الشرير. حقاً شعورك بالتعاطف مميز. الرئيس الحكيم للمملكة كان يحبس نفسه في كهفه. كان يتفحص كل النصوص وكتب السحر لإيجاد أي وسيلة لهزيمة أمير المياه. ووجد الإجابة وخرج من كهفه دون أن يتكلم مع أحد، وتوجه إلى حيث توجد مارلينا. وصل الرئيس الحكيم لمنزل مارلينا. والدها البحار ريفان كان هناك. صدم ريفان لرؤية الرئيس الحكيم بنفسه على الباب. الرئيس الحكيم بنفسه، هيا تفضل. ماذا يمكنني أن أفعل لك يا سيدي؟ أريد أن أتحدث إليك عن ابنتك مارلينا. أنا أحتاجها لإنقاذ أميرنا.
حسناً، إنها مجرد فتاة صغيرة، كيف سوف تجد قصر أمير المياه الشرير بينما جيش الملك لم يستطع؟ لقد كنت أدرس أساطير أمير المياه لفترة طويلة. الأمير يعيش في طاقة الخوف والصدمة، ونحن نحتاج شخصاً مثل ابنتك لننتصر عليه. أنا لا أفهم. دعني أسألك ثلاث أشياء عن ابنتك. أولاً، هل آذت مارلينا أي مخلوق من قبل؟ أبداً، لا أعتقد أن هناك رجل أو امرأة أو طفل أو نبات أو حيوان يمكنه قول عكس هذا. في الواقع هي ترى أن أمير المياه ليس شريراً، لكن فقط خائفاً ووحيداً. ممتاز. السؤال الثاني، هل تؤمن مارلينا بقوة الخير والأمل؟ بالتأكيد، دائما تقول الطبيعة تساعد أي أحد ما لم يؤذي الآخرين. في الواقع هي على يقين بوسيلة لاستعادة الأمير. رائع. والسؤال الثالث، هل سبق وعرفت أن مارلينا تشعر بالخوف؟ لا أعتقد ذلك، لأنها تثق في الطبيعة والناس ولا تخاف من أي شيء، وأيضاً دائماً تقول الحقيقة، لذا ليس لديها ما يخيفها. استدعيها. حسناً، مارلينا، مارلينا، تعالي يا ابنتي. نعم يا أبي. يوم سعيد. يوم سعيد يا مارلينا. هل ستذهبين وتنقذين أميرنا الصغير؟ سيدي، هذا شرف لي. لكن أمير المياه الشرير يعيش في قاع البحر. إذا أراد أمير المياه أن يؤذينا كان سيفعل ذلك بطرق مدمرة أكثر. أعتقد حقا أنه خائف ووحيد، وأيضا لا يوجد ما يخيفني. أنا أعرف البحر والمخلوقات التي فيه أصدقائي. حسنا، لقد اتفقنا. يجب عليك الذهاب واستعادة الأمير الصغير. بالتأكيد، لكن كيف؟ أنا لا أعرف هذا، لكن بمجرد أن تكوني في الماء إحساسك والخير بداخلك والشجاعة، كل هذا سيساعدك. في اليوم التالي وقفت المملكة بأكملها على الشاطئ، وقفزت مارلينا بلا خوف في البحر لتجد الأمير الصغير. وسريعاً وجدت قصر أمير المياه. كانت البوابة الأولى مصنوعة من الصخور ويحرسها عملاقان أوقفاها. من أنت؟ ماذا تفعلين هنا؟ أنا مارلينا، لقد جئت من مملكة الجزيرة. أتيت هنا لإنقاذ أميرنا. لم تقل مارلينا أي شيء غير الحقيقة، لكن العملاقان لم يصدقا أن الملك أرسل طفلة لإنقاذ ابنه الغالي. كما لم يظن أنه بينما فشل جيوش جزيرة الملك، فتاة صغيرة تستطيع أن تضر أمير المياه، لذا ضحك وسمح لها بالمرور. كانت البوابة الثانية فقاعة ضخمة، يمكن لمارلينا أن ترى القصر من خلالها. كان القصر كأنه مصنوع من فقاعات، كانت تشبه جدراناً طويلة وأبراجاً عالية وأعمدة، محمية بواسطة بوابة فقاعية. بمجرد أن لمستها مارلينا ابتلعتها الفقاعة. كان أي شخص ليخاف أن تبتلعه الفقاعة، لكن إصرار مارلينا لم يتأثر. المياه والفقاعات مصنوعة بالطبيعة، وهي تساعد أي شخص لم يضر أحد. بمجرد أن قالت مارلينا هذه الكلمات مع كل الإصرار والقناعة بقلبها، انفجرت الفقاعة والقصر بأكمله بدأ ينهار. كان أمير المياه مرعوباً من رؤية الأبراج والأعمدة تنفجر. سبحت مارلينا نحوه.
بدأ أمير المياه في الهروب. لم يخطر بباله أن قصره السحري سيدمر وأن كل هذا يحدث بواسطة طفلة صغيرة. لكن قبل أن يهرب نادته مارلينا برفق: أمير المياه، أرجوك لا تهرب، نستطيع أن نصبح أصدقاء. أصدقاء؟ ألست خائفة مني؟ الآن؟ أعتقد أنك خائف مني. أعرف أنك لست شريراً. إذا كنت تنوي أي ضرر كنت لتؤذي أميرنا. تعتقدين أني لست شريراً حتى بعد كل ما سببته لشعبك؟ أعتقد أنك وحيد، صحيح؟ تريد بعض الأصدقاء؟ لكن من سيكون صديقي؟ الجميع يعتقد أني شرير. تعال معي، شاهد عالماً رائعاً في الأعلى. لا أحد في الجزيرة سيؤذيك، أعدك. لم يحاول أحد من قبل معرفة السبب ولماذا أتصرف بهذه الطريقة. أنت الشخص الأول الذي يمد يد اللطف باتجاهي. إذا كان هناك شخص يزعجكم، هناك فرصة كبيرة أن يكون وحيداً ولا يعرف كيف يكون صديقاً. حاولوا الوصول إليه تماماً كما وصلت مارلينا لأمير المياه. ومثلما كانت مارلينا مصرة أن طبيعة الأم دائماً تساعد الأشخاص الذين لم يضروا أحداً بأي شكل من الأشكال. إن كنت شخصاً جيداً عادةً الأشياء الجيدة ستحدث لك. حاولوا أن تفهموا السبب الذي يجعل الشخص يتصرف بطريقة معينة بدلاً من الكراهية أو الخوف. العالم يحتاج أشخاصاً يتفهمون بدلاً من العداء والقتال.